السلام عليكم. الكويت قدمت استفسار للسفارة العراقية في الكويت نفسها لتوضيح سبب تجمهر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي على الحدود العراقية. سفارة العراق أبلغت وزارة الخارجية العراقية بقيام عدد من النواب بالتجمهر على الحدود وعبور الخط الفاصل بينهما كما تقول السلطات الكويتية، وبعضهم أطلق التهديدات. السفارة قالت أن السلطات الكويتية أرادت توضيح حول الموضوع من دون الاحتجاج. هذا الأمر يعود إلى زيارة قام بها النائب سعود الساعدي ووفد من البرلمانيين العراقيين إلى مدينة مقصر للإطلاع على ما أثير في الشارع العراقي على خلفية تصريحات وزير الخارجية الكويتي اللي شكر فيها محافظ البصرة وعدد من المسؤولين لاستحصال موافقتهم لهدم عدد من الدور التي تقع على الحدود العراقية الكويتية. النائب سعود الساعدي اعتبر الكلام اتهامات عارية عن الصحة ووجه اللوم إلى وزارة الخارجية العراقية. هذه المناوشات الإعلامية والرسمية التي تجري بين الكويت والعراق ترتبط بعدد من القضايا العالقة بين الطرفين بخصوص الحدود البحرية والبرية. جديد ورحب بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بضيوفي الاستاذ حسين البارودي المتحدث باسم الحراك الشعبي لمبادره الحزام والطريق، والشيخ محمد الدنبوس الامين العام لمجلس وجهاء الجنوب، وانتظر كذلك الدكتور عايد المناع الباحث السياسي من الكويت. حياكم الله. حياك الله استاذ حسين. حياك الله. اهلا وسهلا بكم وحيا لضيفك الكريم. حياك الله شيخنا العزيز. الكويت الله يبارك بك ويسلمك. الكويت ارسلت بيان الى يعني اتصلت بالسفاره العراقيه سفارتنا في الكويت وطلبت منهم توضيح بخصوص بعض النواب اللي راحوا الى مدينه مقصر، و يعني يبدو ان هناك تصوير فيديو يظهر بعضهم يعبرون الحدود كما تدعي الكويت. هذول النواب شنو قصتهم؟ وشفنا قبل فتره النائب سعود الساعدي ومجموعه وياه كانوا في زياره من قصر، هل عبروا الحدود العراقيه الكويتيه؟ هل قاموا بتهديد الكويت من ذاك المكان؟ حقيقه اين هي الحدود؟ هذه اراضي تحت سيطره السلطات العراقيه، والدليل على ذلك وجود الجيش العراقي ووجود المواطنين العراقيين في ذلك المكان ودخول النواب العراقيين الى هذه المنطقة من أراضي البصرة. ولو كانوا دخلوا إلى الكويت لكانوا يحتاجون إلى تأشيرات دخول، فأين الكويت في هذا المكان؟ هذه أراضي عراقية ولا تزال عراقية، ومن غير الممكن ومن المستحيل أن تكون كويتية. زين ليش يعترضون الكويتيين؟ يعني هاي الأرض اللي موجودة الآن هي تحت السيطرة العراقية، يعترضون عليها باعتبارها أرضهم؟ نعم، باعتبارها أرضهم حسب قرار يعني قصر 833 المجحف والترسيم الخاطئ للحدود. تمام استاذ حسين، هي هاي الارض وين؟ هاي تابعة لهم قصر؟ ام قصر هاي تابعة لهم قصر. يعني هم هسه اعترضوا على النواب لان كانوا في ام قصر يعتبرون اراضي ام قصر كويتيه؟ نعم. هذا الكلام؟ هذا الكلام. هذا الكلام، هذا الكلام، وهذا دليل على مدى تدخل الكويت في السياسه العراقيه ومدى ضعف الخارجيه العراقيه. الخارجيه العراقيه جدا ضعيفه ولا تعمل هسه نجري بواجبها. لا هسه خلينا نجري الخارجية بس. نعم. هذا موضوع كلش مهم اللي اثرته الان. نعم. يعني ذول النواب راحوا لمقصر، وقفوا على الحدود اللي هي تابعه، الجانب اللي تابع لمقصر. نعم. الكويت تعترض لانه ذول النواب موجودين في مقصر تعتبر اراضي مقصر اراضيها حسب قرار 833 وتداعي بها، وهي لحد الان هذه الاراضي تحت السيطرة العراقية ومن غير الممكن أن نسلمها للكويت. زين أي حد فاصل يتحدثون عنه؟ وين الحد الفاصل؟ هو هذا اللي نتكلم عنه، الحد الفاصل حد البيوت التي يتحدثون عنها. حد البيوت التي يتحدثون التي يريدون إزالتها. حقيقة هذا الشيء لم يحدث ومن غير الممكن أن يحدث وسوف لن يحدث، وأم قصر عراقية وسوف تبقى عراقية. يعني هذا الاعتراض لأنه أم قصر يعني ما عبروا ما راحوا على أراضي كويتية مثلا؟ لا 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 لا، في داخل الأراضي العراقية لأم قصر. وصف لي إياها أكثر. أم قصر متنازع عليها في منتصف، خليني نتكلم اليوم. قسم من أم قصر
حسب الترسيم الخاطئ للحدود البري اللي أضاف أكثر من 30 دعامة. زين، جزء من أم قصر من ضمنها قسم من القاعدة البحرية من المفروض أن تكون إلى الكويت. شايف شلون؟ حسب ترسيم 833 قرار 833، والبقية اليوم المتنازع عليها بقى كيلومتر واحد. هذا الكيلومتر واحد بهذه البيوت 90 بيت. زين، النواب وين كانوا؟ كانوا قرب هذا في المنطقة المتنازع عليها أساسا، قرب البيوت هناك. أراضي لا تزال عراقية وتحت سيطرة الحكومة العراقية والدولة العراقية. شنو طبيعة هذا الاعتراض؟ ليش يعترضون بهذه الطريقة الكويتية؟ لأن الكويت، أنا لا، أنا هذا سؤال جدا مهم اليوم نريد نوجه للخارجية العراقية. من الذي يدير تلك الأراضي، الكويت أم العراق؟ ولماذا قبلتم بهذا الاعتراض ولم تعترضوا على الكويت في هذا المجال؟ زين، هل وجهت تهديدات للكويت من هذا المكان؟ هم يتحدثون، يقول لك وضح لنا سبب وجود هؤلاء النواب، تجمهرهم في هذا المكان وتهديدهم للكويت. اولا النواب لم يهددوا، وموجوده التسجيلات موجوده. كان بالنسبه طبعا انا كنت ايضا في البصره، ذهبت الى البصره في ذلك الوقت. طيب، النواب لم يهددوا، هذا شيء. الشيء الاخر هؤلاء نواب عراقيين يمثلون الشرعية والدستور العراقي ويمثلون الشعب العراقي، ولهم الحق في التواجد في أي بقعة يرفرف عليها العلم العراقي أو هي تحت السيادة العراقية. زين شيخ محمد، شو رأيك بهذا الكلام؟ بالنسبة للكويت تسعى لأنه تبتلع الأراضي العراقية برا وبحرا. تريد تبتلع الأراضي العراقية؟ طبعا، انه هذا دائما وبالتواطي مع بعض السياسيين والحكومات السابقه اللي ذهبت الى الكويت ونسقت مع الكويت، ويعني خذوا طبعا بالتاكيد اخذوا فلوس واخذوا رشاوي، والدليل انه حتى على مستوى اكو اشخاص اخذوا رشاوى، مو اشخاص، كثير من الشخصيات اخذوا، راحوا باعوا الكويت وباعوا العفو الأراضي العراقية وساموا عليها. لكن هذه المرحلة تختلف عن المراحل السابقة. أول مرة إحنا الآن عندنا رئيس وزراء هو محمد شاع السوداني، يختلف عن الكاظمي وعن غيره ولا آخره، ما ممكن أن يفرط بالأراضي العراقية. إضافة إلى نواب موجودين عندنا هم صقور مثل سعود الساعدي وكثير من الشخصيات اللي دائما صوتهم عالي ويتبعون الطرق القانونية من أجل ردع الجانب الكويتي. زين، وإجى قرار من المحكمة أنه فلش كل هاي الاتفاقية اللي كانت تسعى أنه الكويت إمام الخور عبد الله تسعى الكويت من أجل أنه تبتلع يعني تبتلع الأراضي العراقية. ويعني الكويت اليوم للأسف الشديد، المفروض الكويتيين، أنا أقصد الحكومة الكويتية وليس الشعب الكويتي، لا عندهم هيك رجوله وشجاعه ويجون يحطون راسهم براس العراق. خوب هاي غزه، ها، خلي يكون لهم موقف، وجاي يشوفون انه العروبه شلون تهان وهم يروحون يدعمون الصهاينه. فمن تكون الكويت اتجاه العراق اليوم؟ العراق مو مثل بال2003، العراق اليوم بال2023 صار محور وبلد مهم بالمنطقه، رجع الى وضعه الطبيعي. ما ممكن الكويت اللي هي بجد منطقة الحيانية أكبر من عندها بالبصرة، زين، ها، تجي تحط رأسها برأس العراق. ليش بلد عظيم، لا ليش تعتبرها أنه هي حاطة رأسها برأس العراق؟ وليش تعتبرها أنه الوضع طريقة جاي ضيق علينا بالمياه الإقليمية، جاي تأخذ حدودنا، نائب يروح يعترض ويقف على الأراضي العراقية، هو تروح تقدم كتاب وتقول يا بترى هذا جاي دخل بالأراضي الكويتية. زين، هاي أراضينا، مقصر هي عراقية الكويتية، حدود الأساسية للكويت هو المطلع وليس مقصر. فشون يعني الكويت تسمح لنفسها أنه تمنع نائب عراقي أو تجمع لنواب عراقيين على الأراضي العراقية؟ المفروض يكون قرار صارم من الوزارة الخارج، من وزارة الخارجية العراقية اتجاه الكويت، لأن هذا تمادي على الشعب العراقي. إلى واحد سياسي ينطي أراضينا إلى الكويت، معناه الشعب راح يسحله سحل بالشوارع. ما ممكن الشعب يسمح لواحد أن يبيع الأراضي العراقية إلى الكويت، هذا أمر معروف. زين، بس هم الناس الآن، حتى يكون واضح يعني للأمانة، هم الآن
ما اعترضوا، هم قالوا وضحوا لنا الحكومة الكويتية تريد توضيح. شنو التوضيح؟ لوجود عدد من النواب اللي يقول أسد نصا عبروا الخط الفاصل ووجهوا تهديدات للكويت. ماكو 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 شيء، لكن الكويت دائما تحت ذرايع وحجج واهية تريد انه تحاول تشغل الوضع وتكسب الرأي العام بهذا الجانب. وحتى تحركات الأخيرة بالأسخار وكلامها انه الاتفاقية سارية وماشية وإلى آخره، هذا مو صحيح. مو من حقها العجوز تتحكم بالعراق وتفرض على الشعب العراقي انه ينطي أراضيه للجانب الكويتي. العراق ذو سيادة و يمتلك من الطاقات وبلد عظيم، ما ممكن ان يتنازل لاصلا هو هسه احنا لا ندخل بكلام غير كلام ويجرح ربما. يعني انا اقول انه المحافظه 19 لحد الان يسمونها قضاء 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 مو محافظه قضاء. يعني انتم مثل السكوتي مو زين زين، احنا نسمح لكم انه مو انه تجون تتجاوزون على اراضينا وتحطون راسكم برؤوس العراقيين، ما ممكن. زين ليش تفسرونها بهذه الطريقه انه يحطون راسهم برؤوس العراقيين يتجاوزون على اراضيكم؟ الكويت جار سيء لم يعمل مع العراق بحسن الجيره اطلاقا، والدليل انه هذول الدول الخليجيه كلهم الكويت السعوديه كل هذه الدول تسعى دائما الى اذيه العراق، والدليل راحوا اسسوا داعش، جابوا لنا مشاكل، كبدوا العراق ديون كبيره واخذوها من عندنا ومن النفط ومن من العراق. يعني اللي سواه صدام حسين طاح تاليته. شنو السبب؟ شنو السبب؟ السبب انه هم دائما ينصبون العداء. ليش؟ ما يحبوا العراق، لان العراق بلد شامخ وما ممكن ان يسمح يكون ايمو مثلهم ويروح يطبع ايمو. عموما انا كان المفروض انه يكون وياي الدكتور عايد المناع باللحظات الاخيره، اعترض يعني اعتذر عن يكون ب ضمن هذه الحلقة، لا أدري ما هو سبب يعني اعتذاره عن الموضوع. بكل الأحوال يعني أحرجتنا، لكن هذا الاعتذار مقبول. أستاذ عايد المناع تغادرنا. والله إحنا نريد نعرف ليش غادرنا، يعني هو إحنا على الهواء من شنو خايف؟ هم موجهين لتهديد مثل النائب، مثل ما يتهمون النائب سعودي الساعدي بأن وجه لتهديد من الأراضي العراقية؟ حقيقة إحنا نريد نعرف من شنو. هو ضيف واهلا وسهلا بيه، يطرح رايه بادب وباحترام واحنا نجله ونحترمه، اما اذا راد يتجاوز على العراق او سياده العراق او حقوق العراق لا والله نرده ونرد غيره. حقيقه عايد المناع ملام في هذه المساله. بس الرجل بعد اعتذر ملام في هذه المساله. يعني اعتذر و الدليل انه ما عنده قدره للمواجهه والحجه مالته ضعيفه. لو عنده حجه قويه يواجه. يجوز الرجال عنده على مستوى الاعلام. استاذي انت سالت سؤال جدا مهم، قلت ليش الكويت؟ واجابك الشيخ قال لك لها تاريخ بغيض. الكويت لها تاريخ بغيض، الكويت شاركت في اسقاط الملكيه، الكويت شاركت في اسقاط حكومه عبد الكريم قاسم، الكويت ارشت البعثيين من اجل ترسيم للحدود هو غير قانوني ودستوري، وسوف اتكلم عن باسهاب حول هذا الموضوع. الكويت عملت على تدمير العراق وعملت على ادخال العراق في الحرب العراقيه الايرانيه وامداد عمر تلك الحرب. الكويت عملت على تفكيك العراق وتدميره، ومنظمه الثار منظمة الثار في جهاز المخابرات الكويتية عملت على حصد أرواح العراقيين في البصرة انتقاما لفهد. شنو منظمة الثار؟ منظمة الثار في جهاز المخابرات الكويتية. وهناك تقارير موجودة. وأنا هاي منظمة داخل جهاز المخابرات عملت على قتل العراقيين وتدميرهم، والذي يقودها هو ابن فهد، ابن فهد الذي قتل أيام الاجتياح 91. وهذه المنظمة عملت على كل مفخخة انفجرت في البصرة تقف وراءها منظمة الثار. يعني ما أعرف هاي الحقيقة شنو إثباتاتك على هذا الموضوع؟ هذا إثباتاتي من ضباط مخابرات قديمين في الجهاز المخابرات العراقي. يعني ذولا هاي مؤسسة فقط من هذه وجدت حتى في النص، قالوا له يكفي لقد نلت من العراقيين الكثير، رد لا بعدهم يتحملون لا تخاف عليهم. هذا منو اللي يقول هيك؟ هذا هو نفسه ابن فهد اللي قتل. زين شوين تعدت الكويت على الحدود العراقيه وشنو قصه الموضوع؟ جيب لي اياها بالتسلسل. بالتسلسل سنه 32 بيرسي كوك وقع وثيقه
المندوب البريطاني وقع وثيقة مع الجانب الكويتي مع قائم مقام الكويت آنذاك أحد شيوخهم هو الشيخ الأول في التأسيس الكويت زين وقع وثيقة حول الحدود وقعوها هو وقعها بيرسي كاغن والكويتي أما مراسلات شو هاي طبيعة الوثيقة اللي وقعوها تحدد ترسم حدود العراق بين الكويت والعراق بين وين كانت كانت حد المطلع المطلع يبعد عن الجهرة شقد مدينة الجهراء الكويتية 14 كيلو ويبعد عن سفان 122 كيلو يعني احنا قاعد نحكي من سنة 63 الى سنة 2023 الكويت زحفت على العراق 122 كيلو 120 كيلو 122 كيلو من الاثنين من يا سنة من 63 الى 2003 الى يومنا هذا الى 23 اليوم الكويت تريد ان تثبت لها قدم في منطقة ام قصر وتكون المسافة 122 كيلو اخذتها باللا شيء حقيقة خلينا نتكلم بصراحة اولا المادة 25 من الدستور العراقي ايام الملكية تقول اي اتفاقية يجب ان يوقع عليها الملك ويصوت عليها مجلس العموم المراسلات اللي وقعت بين نور السعيد والجانب الكويتي لم توقع من قبل نور السعيد شنو طبيعة المراسلات تتكلم حول ترسيم الحدود والاعتراف بالكويت دولة طيب اليوم لا الملك وقعها في ذلك الوقت ولا مجلس العموم العراقي صوت عليها إذن هي أساساً غير دستورية. تمام. هسه هو هذا السند اللي يعتمدون عليه. هذا السند أول. السند الآخر اللي يعتمدون عليه. أي. سند 1963 حكومة البعث البغيض الأولى. زين. توقيع أحمد حسن البكر. مع الجانب الكويتي على ترسيم الحدود في المطلع في ذات المطلع ولم يذكر ذلك الأمر. شوف. لم يذكر ذلك الاتفاق نوع الحدود وطبيعة الحدود الموقع عليه. هسا خلينا نرجع لهن من جديد. الأول البيرسي كوكس وهذا أصلاً حكومة احتلال ما مو بس هذه حتى الدستور العراقي في الدستور العراقي. عفواً هاي حكومة احتلال هاي ماكو هاي لا أصلاً. الثانية هي قصة. نور السعيد نور السعيد هل ذكر فيها حدود المطلع لا هنانا هي اللي ذكرها بيرسي كوك مو نور السعيد يعني نور السعيد كانت مراسلات بينه وبين الكويت بانه الموافقه على ترسيم الحدود والاعتراف بالكويت دوله وغير هاي الامور هذه ما جرت هاي ما جرت ما تمام أصار. تمام الثانيه نور السعيد هذه اساسا نور السعيد لا عفوا حتى توصل المعلومة ايه؟ نور السعيد ذكر انه المطلع هي الحدود العراقية الكويتية لا بيرسي كوك ذكر هذا الشيء ذكرها نور السعيد ايش سوى نور السعيد كانت الى مراسلات بينه وبين الجانب الكويتي تمام شو تقول هاي المراسلات هاي المراسلات تتحدث عن ترسيم وتتحدث عن حدود بدون ذكر للمناطق ولا احسنت ولكنها لم تثبت واضح اجى بعدها منو ال 63 حكومة البعث التي اسقطت جمهورية عبد الكريم تمام وين كانت يعني سوت اتفاقية الفجوة اللي صارت سووا اتفاقية سنة 63 أربعة تشرين الأول 63 إيش قالوا حدودنا وين حدود هنا تطرقوا إلى اتفاقية نور السعيد وعلى أساس حسب ما قالوا بأنها حدود المطلع شايف شلون زين حدود المطلع إلا أن هاي الاتفاقية أساسا هاي الاتفاقية أساسا وما بعد هاي الاتفاقية كانت اتفاقية غير قانونية لماذا لأن العراق لم يمتلك برلمان آنذاك ولم يمتلك دستور لأن حكومة البعث أسقطت الدستور العراقي ولا يوجد دستور فقانونيا شرعيا دوليا هاي الاتفاقية أيضا غير محسوبة ولاغية تعتبر من المفروض أن يتوجه الجانب العراقي في هذه الإشكاليات إلى المحاكم الدولية المختصة والطعن بقرار 8 الآن الإخوان الكويتيين شو يقولوا
الإخوان الكويتيين الإخوان الكويتيين كل الذي يقولون هناك مقررات أممية ودولية بعد الغزو الصدامي للكويت وقرار 833 وهم ملتزمون بهذا الأمر. هل قرارات هاي القرار الكويت حتى يكون واضح للمشاهد أيضا؟ نعم. شو يقول القرارات الأممية؟ هاي القرارات الأممية تحدد الترسيم البري. وأرادوا بعد أن شكلوا لجنة الترسيم البري أرادوا العراقية الكويتية أحسنت أرادوا أن يضيفوا لها الترسيم البحري. تمام. رئيس اللجنة المختار الأندونيسي رفض واعترض وقال هذا ليس من واجبنا. زين هسا إحنا انضمنا الدكتور عايد المناع بعد أن حصلناه. دكتور عايد حياك الله. حياك الله. تأخرت علينا يعني أنا ما سئت الظن حقيقة لكن تأخرت عليك كنت أنتظرك من في بداية الحلقة فاتك يعني بعض الموضوعات بس خلينا أبدو وياك من موضوع أكو كتاب صادر من السفارة العراقية إلى وزارة الخارجية العراقية يتحدث عن استفسار أو توضيح من الكويت حول بعض النواب اللي يقولون يقولون المسؤولين الكويتيين بأنه هم تسمعني؟ زين زين أوكي تسمعني الآن؟ أوكي أسمعك أوكي تمام. يقولون المسؤولين الكويتيين بأنه أكو نواب عبروا الحد الفاصل بين الكويت والعراق. ضيوف في البرنامج يقولون أنه ذول النواب كانوا موجودين في أم قصر والكويت يعتبر أم قصر أراضي تابعة للكويت. شنو تعليقك؟ طيب تحياتي لك ولمساعديك ولضيوفك الموضوعيين منهم. أنا أعتقد أخي عزيز الكويت دولة قانونية والكويت تسير على ما تم ترسيمه وفقا للقرار 833 وهناك أجزاء من مقصر في الكويت ووزير الخارجية الكويتي كان في آخر شهر 8 الماضي في بغداد وناق الثالث وصارت توبة على محافظة البصرة عندما قال أنه نزيل بعض البيوت التي على الجانب الكويتي مع العلم أن الكويت بنت للمواطنين العراقيين بيوت في الجانب العراقي وبالتالي يعني الآن الحدود واضحة وأي خلل في هذا يعتبر الحقيقة غير مقبول من أي طرف من الأطراف. زين دكتور عايد النواب اللي كانوا على الحدود راحوا إلى مقصر على خلفية التصريح اللي صرحه وزير الخارجية الكويتي في العراق. صارت قصة أنه في العراق أثير الرأي العام حول هذا الموضوع ولذلك كانوا في زيارة ميدانية إلى أم قصر. هل تعتبرون أن أم قصر هي أرض كويتية وأنهم تعدوا الحدود لهم أساساً تعدوا الحدود فعلاً؟ أخي العزيز أخي الفاضل احنا قلنا في تحديد تم ترسيم الحدود وفقاً للقرار 833 لعام 1993 الحجج اللي يطرحها البعض هذه تخصه لكن هذه الحدود ما في حد لك وفي حد للكويت وبالتالي اذا تعديت هذا الحد الكويت ما تقبلها منك الا عن طريق الجهات الرسميه يكون جهات رسميه هذا العراقيين جاي رايحين ما في مشكله صوتك واضح صوتك صوت يا شباب الصوت علوا لنا صوت شوي يا شباب يعني هذه مشكله الازليه انه مشكلتكم عينكم على الكويت قبل شوي اسمع الاخ على الاخير للاسف انا اعتذر لكم عينكم على الكويت تاخر لاني كنت مع قناه ثانيه اكرر اعتذاري للقناه ولمشاهديها ولضيوف الحقيقه لانه كنت مع قناه ثانيه وطولوا علينا لكن انا اقول لك التالي يا اخوان الكويت والعراق اتفقوا على في عهد صدام وفي العهد الجديد اتفقوا وانتهى الموضوع ومو كل يوم راح نفتح ملف هذا والحق والله انه الاندونيسي استقال الاندونيسي قال انا غير مختص بالموضوع ومش على ماذا اتفقوا على ماذا اتفقوا دكتور
لذلك دكتور عايد على شنو تتفق؟ حديث اسمعني بس، حديث الكويت الى المطراح شيلها من راسك انتهى. هذا الكلام اللي ما يقوله الا ناس ما يعرفون الجغرافيا اطلاقا. لذلك حدود الكويت بالعبدلي وحدود العراق في سطوان وغير ذلك. اذا نريد علاقات قويه طيبه فاهلا وسهلا، ما تريد علاقات قويه طيبه حط كتاب جديد ويرفع فوق وريح لدوسه كل يوم. دكتور عايد، دكتور عايد انا لحد الان هذا ايران تدق فيك على الراحه وتركيا تطق فيك على الراحه. احترم روحك، احترم روحك يا صهيوني، احترم روحك، مو ايران تدق فيك على الراحه. اسمع 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 اسمع، احكي عدل، احكي عدل، مو ايران تدق فيك على الراحه. انا عربي ابن عربي وانا شيعي وافتخر بهويه الشيعيه، واذا كانت ايران تمثل لي عمق عقائدي فلا انت ولا غيرك ولا اي وهابي يعيرني بهذا الشيء متخاذل ونذل وساكت للصهاينة. اليوم ايران هي اليوم اللي تدافع عن قضايا المسلمين في فلسطين، مو انت تجي اللي تحط ايران وتريد تزغر من قيمة العرب العراقيين الشجعان الشيعة في العراق. لا انت ولا غيرك ولا اكبر صعلوك يقدر يفك حتى بهذا الموضوع. تحترم روحك وتحكي عدل انت ولوياك والسالف بحدودك بين العراق والكويت، ومو انت تتجاوز على الهويه العراقيه وتصنفها وتصنف السياده العراقيه. افتهمت شلون؟ استاذ حسين ارجوك، استاذ حسين خليني اهدى، خليني اهدى. دكتور عايد بهدوء ارجوك، بهدوء ارجوك. الاخ المقدم هذا اللي صايح ما سمعنا، ما سمعت دكتور زي. دكتور عايد دكتور عايد هذا ما سمعت زين دكتور عايد. بس اقول له اذا كان هواك ايراني انت حر في هواك دكتور عايد، حساك عند ايران ووراها دكتور عايد، لكن خذ يقينا دكتور عايد. دكتور عايد اسمعني 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 اسمعني، ما شنو دخل هذا، شنو احنا نتحدث دكتور عايد؟ تبي تتفق اهلا وسهلا. دكتور عايد اسمعني ارجوك اسمعني، بينك وبين الكويت انا ما افهم حقيقه، شباب اعطونا صوت وربنا يحقق ولا ترد علينا هذا الكلام. انت تبون علاقه دول احترموا زين. دكتور عايد اسمعني، اكو استخفاف بالسياده العراقيه. دكتور عايد اسمعني، دكتور عايد الكويت رايحه بعيد كلش. عندك يا اخي اقرا تصريحات المسؤولين العراقيين وتشوف انه تم الاتفاق وانتهينا على على اي اتفاق. انا بتحدث اسالك دكتور عايد اسمعني، ترى ما تسمعني. هي خططت المحكمه طعن في هذا القرار في عام 2013 ردت تمام تمام يا تمام تمام خلي 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 تمام يا اسمعني. والله لا صار ما صار غالبية الثلثين، لا صارت وما صارت. انا عندي الدستور العراقي تمام اقرا لك، هذه صلاحيات مجلس الوزراء بالاساس وليس فقط البرلمان. عمر راح ارجع لك، راح ارجع لك شيخ محمد، شيخ محمد والله يا اهلا وسهلا وانتم الرابحين. شنو ما تبون؟ الله يسهل عليكم. تسمعني لو ما تسمعني سلامه، تسمعني لو لا دكتور يهني ايران ويهنيكم في ايران. دكتور عاد دكتور عايد هسه هم رجعنا، هم رجعنا، شنو علاقه ايران؟ شنو علاقه هذا الموضوع شيخ محمد؟ دكتور دكتور عزيزي، اذا انت عندك عقده من ايران فلا تجيب عقدتك على العراق. اول شيء انت تخليت عن عروبتك وإيران تدافع الآن عن فلسطين. أنت من يكون حتى تحط رأسك برأس إيران؟ أنت واحد صعلوك المفروض تذب عقالك وتتأدب. لا بدون، لأن يعني ما عندك لا خلق ولا أخلاق. لا وتتجاوز على الشعب العراقي. إحنا جايين نتحدث على قضية ترسيم حدود بدون شخص، جاب إيران بالنص بدون شخص. يا دكتور اللي يسمي روحك دكتور، انت من تكون والكويت من يكون اتجاه العراق؟ فاحنا بالنسبه لنا ايران عمقنا استراتيجي وعقيدتنا احنا ناس شيعه زين، وما وما ومو عيب هاي. فانتم تبغضون العراق وتكرهون العراق لان العراق بلد شيعي عقائدي، والان العراق وايران وكل محور المقاومه الوحيد اللي يدافع عن الشعب الفلسطيني العربي، وانتم تطبعون مع اسرائيل وخونه وعملاء
كل دول التخاون اللي هي دول التعاون. زين. ما أنتم كلكم عملاء ولا أنت دعمون إسرائيل وتدزونهم مساعدات ومقاراتكم مشتركة وياهم وتقتلون الفلسطينيين ومواقفكم سيئة تجاه فلسطين. ما تدبع قالك أنت ما عب عليك. إحنا ما عندك عروبة. يا العميل الأمريكاني. أنت عميل العميل الأمريكاني. تمام شيخ محمد. لا تستطيع أن تقف أمام إسرائيل. وتحرص على نفسك. أنت تحرص قنابل الصهاينة لهذه المنظمة الإرهابية اللي تقتل الشعب الفلسطيني أكيد. ما تكون تحدد على العراق. العراق يشربك ويشرب أبوك. شيخ محمد أرجوك. شيخ محمد. دكتور عايد. دكتور عايد راح أقطع صوتكم اثنينكم. راح اقطع صوتكم اثنينكم يعني ما بهالطريقه ما راح يصير حوار. دكتور عايد ارجوك احنا عندنا محور نتحدث عنه، لا نشرق ولا نغرب ولا نروح للاتهامات ولا نروح لاي شيء. يا اخي انت تتهم وهو يتهم، خلي الحوار يتصور بشكل صحيح. ارجوكم على ترسيم حدود ايران. خلينا نطلع من هذا الموضوع، نريد نتحدث بموضوع الاساسي. عندنا الان اعتراض كويتي توضيح، يريدون الناس يريدون من عندنا توضيح. دور النواب هي الاراضي العراقيه، نائب او مجموعه من النواب راحوا وقفوا في اراضي عراقيه احتجوا على الكويت لان الكويتي تبتل اراضينا. شنو التوضيح اللي هم يردونه من عندنا؟ هم بالنسبه لهم يردون يعني ياخذون اراضينا، احنا شو نسمع لهم؟ الا صدام حسين او قبل صدام حسين او حزب البعث راح سمعنا يبيع الاراضي العراقيه، احنا ما ممكن ان نسمع. تمام وين ياخذون اراضيكم؟ يعني لجان مشكله، بس اسمع الاستاذ حسين. نعم. اكو لجان مشكله بين الكويت وبين العراق وقاعد يتفاهمون على قضيه القرار الاممي. هل القرار الاممي ملزم للعراق مثل ما يريدون الكويتيين لو لا؟ لا غير ملزم. لا لا لا، القرار الاممي غير ملزم اطلاقا، ولنا الحق بالعوده الى المحاكم الدوليه. اكو فقره بالقرار الاممي هو غير ملزم. غير ملزم، ولنا الحق بالعوده للمحاكم الدوليه المختصه. واسع يا اخي انت ما تقدر تفسر لي المطلع تبعد عن الجاره 14 كيلو واذا بالحدود الكويتيه تاتي من المطلع الى العبدلي مقابل صفان على مسافه 122 كيلو، يعني انت تاخذ من عندي 122 كيلو بكذب وتزييف ورشاوه وقرار دولي. بعدين من الذي يملك العراق؟ الامم المتحده تملك العراق؟ امريكا، بريطانيا، من الذي يملك العراق؟ لا يملك العراق الا ابنائه واجياله. ومن المستحيل ان نعترف بمثل هكذا ترسيم والعراق باقي حدوده الى المطلق. الرجل يقول لك عندنا اتفاقيات ما قبل صدام والان موجود اتفاقيات. اتفاق قال مو اتفاقيات. اتفاقيات ويامن. لا اتفاق ويامن. الرجل يتحدث عن اتفاق. اتفاق مع من يا اخي؟ حتى صدام حسين اللعين من وقع رجعهم القرار 63 للمطلق. على اي اساس؟ القرار كان موجود العراقي، واعتراضات ممثل العراق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن نزار حمدون موجودة من 6 صفحات وضح بها فيها كل شيء حول هذا الموضوع. حسب بدون تشنج. تمام بدون تشنج. عندنا مشاهد يريد يشوف ويريد يسمع. دكتور عايد بدون تشنج، بدون اتهامات، بدون أن تروح على قصص ثانية، خلينا بالموضوع نفسه. الناس يقول لك لا عندك اتفاق ولا عندك كذا، وانت تعترض لانه نواب عراقيين على ارض عراقيه. وضح وجهة نظرك. تسمعني دكتور عايد؟ نعم. اخي العزيز يعني معلش انا اعتقد ان احد ضيوفك يجهل الاتفاقيات، وهذا مو عيب، يحصل يعني مو مشكله. تمام ماكو مشكله. وضح وجهة نظرك. انا بسالك سؤال بس، هل تعرف رساله نور السعيد عام 1932 ولا ما تعرفها؟ اعرفها وعندي نسخه من عندها. ورساله نور السعيد ليست وثيقه موقعه، هي تبادل لاراء وافكار، ولم يوقعها نور السعيد. والدستور العراقي الملكي لسنه. اسمع من عندي
لسنة 25 الفقرة تقول الاتفاقيات يوقع عليها الملك ويصوت عليها مجلس الإمام العراقي ونور السعيد يوزن شرعية اتفاق في ذلك الوقت. خليها تسأل احترم غيرك يا أخي. مو كيفك انت مو كيفك تسولف وتحكي. لا مو تذكرين اثنينكم تتحدثون. لا مو هو قاعد يقول يعرف لو ما لا هو سئلك تعرف اتفاقية نور سعيد جاوبته. تمام الان الان لا دكتور عايد قدم البرنامج دكتور عايد لك الكلام البرنامج. ان جايب ضيوف يثيرون المشاكل ولا لا انت سالته انت سالته يا دكتور انا اتعدد على 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 ترسيم حدود انت تحدد على ايران من دول المشاكل اخي من اللي جاي دكتور عاي يا ارجوك ارجوك استاذ ما بدك محمد رجاك هو كأننا جالسين امام جهاد في مكان لا لا استاذ حسين ارجوك ارجوك استاذ حسين قاعد نتكلم في شرعيتنا في دستورنا استاذ حسين استاذ حسين اخي احنا نفهم تاريخنا اسمح لي استاذ محمد اريد لا واضح يا اخي احنا كعراقيين نفهم تاريخنا ونفهم دستورنا ونفهم المراحل التي مر بها بلدنا سيدنا تمام أقرأ لا هو أنت تعلمنا أنت علمنا حق تاريخك من جنت أنت من جنت وموجودة من جنت قضاء للفصائح المراحة لا تعلمني على تاريخي أنا ما في إيدك تسوي شيء وإذا عندك شيء روح للي عجبك روح للأمم المتحدة والله ما تخطي خطوة لأنك تعرف أن النتيجة غير صالحة لك ستكون وباءً عليك وجايك أنا إن شاء الله جايك أخلص من اللي بيتم التشنفليس هذا يقول الشاعر كلام غير منطقي يا دكتور من اللي بيتم التشنفليس ما تبيه وأنا أعرف شلون أصفالك ما أسوي خوش أجبن من النتيجة أسوي خوش ولد لأنك تعرف أن النتيجة بدك دكتور عايد دكتور عايد نعم نعم يا اخي خلينا من هاي الاتهامات انتم اكبر من عده واحد يقول للثاني جبان واحد يقول للثاني كذا عوفون يا اخي يا اخي عوفون يا اخي عوفون 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 هو انت اللي قاعد يا اخي يا اسمعني اسمعني انا اعطيك الوقت انت لا تسال واحد تحدث وياي تحدث وياي تحدث وياي مباشره كمل فكرتك حتى انتقل للضيف الاخر يا اخوي انا ما اسمعهم زين اسمع ضجيجهم بس ها تطلع لي كلمه كلمة يا اخي اذا تتحدثون ثلاثتكم طبعا يصير ضجيج ينبغي ان تضبط الحوار تمام اسمعني الان يشرق ويغرب اسمعني الان المطلع. يا اخي انت عارف الحدود انت عارف الجغرافيا هذا ما يعرف الجغرافيا والله ما يعرف الجغرافيا تمام ما يعرف الجغرافيا انت اذا تعرف الجغرافيا قل له وين الجغرافيا يا اخي المطلع وهذا صفوان لكن هذا ما يعرف يبا هذا ما يدري وين رايح يا اخي عوف العوف انت انت وجهه نظرك مختص مثلك انت وجهه نظرك وجهه نظري الكويت هذه حدودها موجوده وجاء قرار الامم المتحده وفقا لاتفاقيات سابقه بين الدوله العثمانيه وبريطانيا ورساله نور السعيد وتوقيع احمد حسن البكر في 4 اكتوبر 1963 بالاعتراف بالكويت دوله مستقله وفقا لحدودها الوارده برساله نور السعيد اللي الاخ يقول هاي وجهه نظر وين حدودها في رساله نور السعيد ادري رساله نور السعيد اسمع شو يقول البيان العراقي تعترف الجمهوريه العراقيه باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة بكتاب رئيس الوزراء وزراء العراق بتاريخ 21/7/1932 والذي وافق عليه حاكم الكويت بكتابه في 10/8/1932 وتعمل الحكومات الحكومتان على توطيد العلاقات تمام وين وين بين وين الحدود وين الحدود الحدود وين الحدود رسالة نور السعيد تبين يقرأ لك حاضر تامر طال عمرك يقول لك من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ومن هناك شمالا ما قال حتى شرقا شمالا اوكي على طول امتداد الباطن الى نقطة تقع جنوب خط عرض صفوان تماما تاركا جبل سنام للعراق وبعدها يستمر خط الحدود
تمام. الى تقاطع خور زبير مع خور عبد الله، وتعود ملكيه جزر وربه وبوبيان ومسكان وفيلشه وعوها هذا الكتاب وام المرادم. هذا الكتاب، هذا كتاب زبير نور السعيد. هذا كتاب نور السعيد في 21 تموز والاول 1900 والاول هذا ما نريد ان نوضحه. اللي قلت لك هذا رساله هذا اللقاء رئيس الوزراء الكويتي صباح السالم الصباح مع الرئيس احمد، رئيس الوزراء في ذلك الوقت احمد حسن البكر، واقول لك اسماء الوفد العراقي زين علشان ترتاح. الفريق الركن صالح مهدي عماش وزير الدفاع ووزير الخارجيه بالوكاله، الدكتور محمود محمد الحجي وزير التجاره، السيد محمد كياره وكيل وزاره الخارجيه. صار واضح، صار واضح. اريد ارد على هذا الموضوع رجاء، يعني عندي نقاط هنا بس باختصار ارجوك. باختصار بالنسبه لهذه الرساله المزعومه، اولا الوثائق الدوليه يجب ان تكون موقعه. يعني ما تقول لي رساله موديها نور السعيد. اولا الدستور الملكي العراقي شو يقول؟ يقول اي اتفاقيه ترسيم حدود او ترسيم مياه او اي شيء من هذا النوع او اتفاقيات دوليه يجب ان يوافق عليها الملك ويصوت عليها مجلس العموم العراقي. هذه الورقه اللي وداها نور السعيد المزعم ارسالها من قبل نور السعيد هي مجرد رساله فقط. هذه ممكن مو اساسا هو الموضوع بريطاني. هاي مس بيل عندما ارسلت لابيها رساله وقالت اليوم وضعت العراق في صندوق مغلق. فهذا الموضوع اساسا هي بريطانيا، هي كان لها انتداب على الوضع العراقي وعلى الوضع الكويتي، وهي من عملت بهذا الشيء وعن طريق مس بيل. هسه هذا اولا. هذا الشيء. الشيء الثاني احمد حسن البكر احمد حسن البكر عندما اتى ووقع اساسا برشه، لان الكويت هي من اعانت البعثيين على اسقاط انتقاما من عبد الكريم قاسم. برشوه يعني كانوا راشين. نعم 30 مليون دينار كويتي. زين عزيزي 30 مليون. نعم زين. والموضوع اساسا الاتفاقيات الدولية تتطلب شيئاً، حكومة تنفيذية شرعية ودستور دائم. اليوم في سنة 63 اسمع عزيزي اسمع خلينا نكمل حكي لا تسولف، احنا سكتنا وخليناك تسولف كافي. اسمع هاي الحكاية وخليها بجيبك استفاد من عندها. زين البعثيين عندما أتوا وأسقطوا حكومة عبد الكريم قاسم زين أسقطوا الدستور العراقي والبرلمان العراقي المكون آنذاك، ولم يوجد في العراق وقتها برلمان أو دستور. فقانونياً هذا التوقيع لأحمد حسن البكر غير هو شرعي. هو توقيع على شنو؟ على اتفاقية؟ هو بناء أحمد حسن البكر اعترف بما كتبه نور السعيد زين. ونور السعيد وقع أساساً اتفاق؟ وقع اتفاق ولا لا؟ نعم وقع، ولكن هنا اللي نحكي به نور السعيد هذه ليست رسالته. أعطونا ورقة موقعة من قبل نور السعيد استناداً. بعدين هذا الموضوع احمد حسن البكر من وقع. انت اليوم تريد توقيع ملزم لو انت تريد تبيع لبيتك تمام، غير توقع له وتبصم لو شلون يعني انت اللي بعت لك وقبل توقع له وتبصم زين. نور السعيد لا وقع ولا بصم، واحمد حسن البكر من اجى بالرشه مثل ما قلتوا اعطينا الذول فلوس ورسمهم واشتغلوا. ها عيني اللي صار شنو؟ اللي صار بانه العراق لا يمتلك دستور. تمام. اساس الاتفاقيه اللي وقعها احمد حسن واضح. خل اروح الشيخ محمد احنا هذا اللي نتكلم به هسه الان. هذا الموقف اللي قاعد يصير بهالطريقه. الناس يقول لك احنا عندنا هاي الوثائق، العراقيين يقولون هاي الوثائق لا، يقول لك اكو قانون قرار للامم المتحده نريد نمشي عليه. تبقى الوضعيه هيك بين الكويت، انتم تتهمون الكويتيين بانه يقتضمون من الاراضي العراقيه، الكويتيين يقول لك هذا حقنا وهاي اراضينا، وباقي هالقصة هاي واحد اتلا طمي الثاني، وتوصل اتهامات ايران صهاينة كذا، وادري وين انه وصل. يعني ما اعرف الدكتور والكويتيين يردون يعني ياخذون العراق مجرد رسالة يعني ببرقة هاي شلون يصير يعني بدون اتفاق بدون انه ماكو فد شيء يعني يلزم الشعب العراقي حتى ينطي اراضية للكويتيين. الكويتيين يردون يعني يستحوذون على اراضينا
وبالتالي هاي اتفاقات غير 120 كيلو غير رسمية. هاي اتفاقات غير رسمية إضافة إلى مثل ما هو أخذني الموضوع إيران، أنا هم أرد أخذ بموضوع ثاني. يعني ما أعرف هم هسه الكويتيين والخليج كلهم دول مجلس التعاون، أنتم من أخذتوا كل هاي قوتكم العسكرية وتحالفتوا ضد اليمنيين إخوانكم العرب وضربتوهم وقتلتوا أطفالهم، ما طلعتوا رجولتكم الآن وقاتلتوا الصهاينة لو بس قدرتكم على العرب؟ زين هم رجعنا نفس القصة، هي مكونات صهيونية. يعني أنتم ناس خلينا ناس خونة، وبالتالي تردون تستحوذون على العراقيين بفلوسكم ومالكم. أنا مر يعني أنا يفرض علي البريطاني إنه أنطي أراضي للكويت، هالشو يصير؟ أنا أريد أكمل. أنا بس خلي كمل كلام الرجاء. أنا يعني أستأذن من الشيخ العزيز، عندي فقرة قصيرة جدا يريد أذكرها توضح كل الموضوع. بعد ما عندي وقت. لا أنا بس دقيقة. شو أقول لك؟ واللي تكتمل الصورة لنلقي الضوء على رسائل 1932 المزعومة بين نور السعيد وحاكم الكويت، تلك الرسائل التي لم تحمل توقيع رئيس الوزراء سنة 32 نور السعيد، وليس لها أصل ولا وجود لها في أرشيف. أنا وقتي انتهى تمام. اسمح لي أرشيف الأمم المتحدة ولا أرشيف العراق ولا أرشيف الكويت، فقد أشار إليها كتاب أوربان باوندريز لمؤلفه ريتشارد شيفيلد، والتي هي في حال وجودها فهي تتناقض مع القانون الأساسي العراقي للدستور العراقي لعام 25، والذي تضمن في المادة 26 رابعا ما نصه الملك يعقد المعاهدات بشرط أن لا يصدقها إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليها. وجزاكم الله ألف خير. شكرا أستاذ حسين البارودي، شكرا دكتور عايد المناع، شكرا الشيخ محمد الدبوس. أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.